تمام احمد، برضو انت معاك النهارده ارقام فيما يخص اخر 10 مواسم بالنسبه للنادي الاهلي دفاعا وهجوما. بالنسبه طبعا اخر 10 مواسم النادي الاهلي كان البطل فيهم 8 مرات، يعني دي القاعده ان دايما النادي الاهلي 8 مرات من دي 10 القاعده. الاستثناء بقى ان النادي الاهلي خرجت منه بطوله الدوري مرتين في اخر 10 مواسم. ايوه نبص على الارقام، طبعا في رقم كويس قوي، رقم جيد جدا ايجابي ورقم سلبي. الرقم الايجابي هو خط الهجوم. ايوه هنبص نلاقي ان النادي الاهلي السنه دي مسجل 72 هدف، احنا بنحسبها بالمعدل لان في مواسم مش نفس عدد المباريات يعني. فطبعا اول اقوى خط هجوم للنادي الاهلي في اخر 10 سنين كان موسم 2017 2018. ايوه ده النادي الاهلي سجل فيه 75 هدف في 34 مباراه بمعدل 2.2 هدف كل مباراه. تمام. الموسم الثاني اللي هو السنه اللي فاتت اللي هو 2019 2020، ده النادي الاهلي سجل فيه 74 هدف بمعدل 2.17، يعني 2.17. تمام. الموسم الحالي اللي هو الزمالك فيه البطل، اللي هو النادي الاهلي سجل فيه كام هدف؟ 72 هدف. ده ثالث اقوى خط هجوم في اخر 10 سنين للنادي الاهلي. يعني احنا الموسم الحالي ده ثالث اقوى خط هجوم، وعلى فكره 4 مرات بس النادي الاهلي عدى 70 هدف عبر التاريخ، منهم السنه دي. النادي الاهلي معدله 2.12، يعني 2.12، لكن السنه اللي فاتت كان 2.17. فطبعا ده بيأكد قوه خط الهجوم. لو كملنا باقي المواسم هنلاقي مثلا 2016 2017 1.8، 2015 2016 1.9، باقي المواسم كلها ما عديناش فيها الهدفين في الماتش، لكن المواسم اللي عدينا فيها الهدفين كان الموسم ده. ده بالنسبه للرقم الايجابي ان احنا ثالث اقوى خط هجوم في اخر 10 سنين. نعم. طيب الرقم السلبي بقى على مستوى الدفاع، وده ليه اسبابه برضو عشان قبل ما نقوله. ضغط يعني الماتشات. انا برضو عجبني جدا الحقيقه رد موسيماني في المؤتمر الصحفي عندما سئل عن ان هذا الموسم يعتبر الأسوأ في دفاع النادي الاهلي. هو رد قال صح. بس هو الافضل في الناحيه الهجوميه، ولكن ايضا قال ان يعني يا جماعه ما هو انتوا بصوا على الضغط اللي كان بيحصل والاهداف دخلت في توقيتات ايه صح. علشان نقدر نتكلم ان هي في اخر 10 دقائق، وبالتالي هو التركيز بيقل بسبب، المفروض طبعا التركيز ما يقلش، ولكن هو بسبب الاجهاد الذهني اللي موجود على اللاعبين من جراء البطولات الكتيره اللي احنا بنخش فيها وبنكسبها وبنطلع منها، وبالتالي 31% من الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي السنه دي تم احرازها ما بين الدقيقه 81 والدقيقه 90. ياه 31، يعني بنتكلم التلت. ده رقم مهم جدا. الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي في الدوري السنه دي بالكامل دور تقريبا 9 اهداف تقريبا، دخلوا من الدقيقه 81 للدقيقه 90. وكمان بقى رقم تاني مهم، 17% في الاهداف في منتصف المباراه اللي احنا بنحسب مثلا من الدقيقه 41 للدقيقه 50. اوكي، يعني احنا بنتكلم هنا في ايه يا كابتن اسلام؟ اخر الشوط الاول واول الشوط الثاني واول الشوط الثاني ونهايه المباراه. انا اسف، ونهايه المباراه. بالتالي دي الفترات اللي كان بيحصل فيها عدم تركيز. ولو جيت تبص للارقام اللي حضرتك بتتكلم فيها دي برضو يا كريم، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان ده حصل في الشهرين. وجهه نظري انا. انا مش دارسها. معرفش برضو انتوا تقولوا لي اكتر. انا شايف ان هي حصلت في الشهور الاخيره، الثلاث شهور الاخيره. بمعنى لما زاد مباراه الزمالك، لما زاد ضغط المباريات على النادي الاهلي وعلى اللاعبين بالظبط من بدايه رمضان. برضو مره ثانيه يا جماعه احنا بنقول لحضراتكم ان كل ده ليس تبريرا، ليس تبريرا لاي شيء، ولكن احنا بنتكلم على ارقام واضحه امام حضراتكم عشان نقدر نتكلم فيها. لا، ما هو التحليل شامل كله، يعني التحليل شامل كل شيء. ان انا اقول مثلا ايه المشاكل اللي عندي، مثلا احمد دلوقتي بيتكلم على بقارن الموسم ده باللي قبله. طبيعي، احنا نفتكر حتى جوزيه مورينيو ليه مؤتمر صحفي شهير جدا لما كان مدير فني اليونايتد، لما كان بيتهاجم وقال لهم يا جماعه انتوا زعلانين مني ان احنا خرجنا في دوري الابطال من ادوار متقدمه. هو اصلا مانشستر بقاله 5 سنين ما بيتاهلش. وحاجه ثانيه بس عايز اضيفها للكلام اللي قاله احمد، نقطه مهمه وحضرتك سالته في الاول، 8 سنين من العشرة. هو اصلا تاريخيا في العقود من سنه 90 احنا دايما بنخسر الدوري الاول في بدايه العقد. تاني اللي هو يعني في العقد 10 سنين 10 سنين احنا دايما في مثلا في التسعينات احنا خسرنا 90 91 91 92 93. واحد راح للنادي الاسماعيلي واثنين راحوا للزمالك، وبعد كده الاهلي خد 7 مواسم ورا بعض متتاليه. في العقد من سنه 2000 ل 2010 برضه خسرنا 2000 2001 وخسر، وبعد كده 2002 2003 و2003 2004 وكسبنا 7 اللي بعديهم. في العقد
من 2010 ل 2020 برضه حصل نفس الامر، بس كان في اثنين دوري اعتقد 2014 اتلغوا بسبب الاحداث السياسيه يعني، وبرضه هتلاقي النادي الاهلي برضه كابتن اسلام كسب 7 وبيخسر 3، فاحنا كل عقد دايما بنخسر الدوري اللي في البدايه في الموسم الاول. بالنسبه بقى للرقم السلبي، النادي الاهلي ده تاني اضعف خط دفاع بالارقام في اخر 10 سنين. يعني اضعف خط دفاع كان موسم 2010 2011 النادي الاهلي استقبل 27 هدف في 30 مباراه، فالمعدل قد ايه؟ يعني 9 من 10 يعني تقريبا هدف في 30 مباراه، اربع مباريات اقل يعني. اربع مباريات اقل، لكن الموسم ده النادي الاهلي استقبل 29 هدف في 34 مباراه بمعدل 85%. هدف في المباراه، يعني تقريبا ده تاني اضعف خط دفاع في اخر 10 سنين، ده بالارقام يعني. نيجي طبعا الموسم اللي قبله كان احسن، الموسم الماضي كان احسن خط دفاع في اخر 10 سنين، استقبل النادي الاهلي 8 اهداف بس في 34، فانت بمقارن الموسم اللي فات بالموسم ده، لا في الدفاع اكيد من 8 اهداف من 8 اهداف ل 29 هدف. بس لا، برضو لو قارنت الموسم اللي فات اللي حصل فيه طبعا من ناحيه الضغط المباريات صح، هتعرف قد ايه ان كان برضو هذا ليس تبريرا، ولكن هو قد ايه كانت اللعيبه في هذا الموسم اللي احنا فيه او اللي انتهى ده من ناحيه الدوري، قد ايه كانت اللعيبه مجهده ذهنيا وبدنيا وعصبيا الحقيقه خلال فترات طويله جدا، اربع خمس ست شهور ورا بعض ما بتبطلش. بطولتين افريقيا، لعبت كاس عالم للانديه ولعبت سوبر افريقي وسفر، اكيد ما كانوش موجودين السنه اللي فاتت. وفي حاجه برضو نقطه تانية، اتفضل. موسيماني لغايه دلوقتي هو اول موسم يبدا فيه يعمل صفقات، هو لما كان جه ما عملش صفقات، هو جاب صفقه بواليا بس دي اللي كانت، لكن الصيف ده يعني الصيف ده هو اللي مختار الصفقات، ودي حاجه مهمه جدا وبتفرق، ان هو برضو اكتسب خبرات في الدوري المصري، عرف مين مثلا نادي الزمالك، عرف مين النادي الاسماعيلي، عرف مين الاتحاد، اكيد هو عارفهم بس مش عارف اللعيبه، مش عارف طريقه اللعب. طبعا كده عرف اكتر. عرف اكتر، استفاد خبرات، انا لما اروح الفرقه دي اعرف مثلا طريقه لعب كابتن حسام حسن بيعمل ايه لما بروح العبه، بتكتسب خبرات الدوري المصري، وفي نفس الوقت انت اخترت بقى ايه، شفت النواقص اللي عندك ورحت مختار صفقات جديده. أوكي. على النواقص اللي عندك دي. فدي نقطه مهمه جدا، اعتقد ان شاء الله الرقم ده هيتحسن يعني السنه دي.